رياح نشطة متوقعة في أجزاء عدة من شمال غرب وشمال المملكة، التفاصيل بعد هذا الفاصل. من المتوقع أن تتأثر أجزاء عدة من المناطق الشمالية الغربية والشمالية للمملكة، تشمل أجزاء من تبوك وأيضا منطقة الجوف وأيضا الأجزاء الشمالية والغربية والشرقية حتى من حائل، إضافة إلى الحدود الشمالية، برياح نشطة تبدأ منذ ساعات صباح يوم الأحد وتستمر حتى ساعات المساء. هذه الرياح إجمالا ستتسبب بحدوث بعض موجات الغبار أيضا على المناطق الشمالية من المملكة، تؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الخارجية. أجواء مستقرة تسود في باقي مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى ليوم الأحد. بالعودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء تكون إجمالا باردة في ساعات هذه الليلة، والأجواء لكنها تكون صافية تماما. درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، تنخفض درجات الحرارة الملموسة إلى ما دون ذلك، أيضا قد تصل إلى حدود 10 درجات مئوية في ساعات هذه الليلة. نستعرض معكم توقعات الأحوال الجوية بالتفصيل في مدن ومحافظات المملكة، وأيضا نبدأها من المناطق الشمالية من المملكة، حيث يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تسود أجواء كما ذكرنا مغبرة بمشيئة الله تعالى في مناطق تبوك وعرعر والمناطق الشمالية، حيث تصل في تبوك درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 9 درجات مئوية، 27 إلى 10 درجات مئوية في سكاكا و 25 إلى 10 درجات مئوية في عرعر. المناطق الغربية تكون في جدة من 32 إلى 24، في المدينة المنورة من 29 إلى 17، وفي مكة المكرمة من 33 إلى 22 درجة مئوية، وفي الطائف من 25 إلى 13 درجة مئوية. أجواء أيضا مستقرة تكون في جنوب غرب المملكة، في الباحة من 19 إلى 11، وفي أبها من 22 إلى 9 درجات مئوية، وفي جزائر من 31 إلى 25 درجة مئوية. شرقا في الإحساء تكون 25 إلى 12، وفي الدمام من 25 إلى 15 درجة مئوية، وفي حفر الباطن من 26 إلى 14 درجة مئوية. في العاصمة الرياض تكون العظمى 27 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض ليلة الأحد على 2 إلى 15 درجة مئوية، فبريدة من 29 إلى 14 في القصيم. أما في حائف الأجواء تكون مغبرة مع رياح نشطة، والعظمى نهارا 28 درجة مئوية، حين يكون الطقس باردا في ساعات الليل، تهبط الصورة ليلا ليلة الأحد على 2 إلى 10 درجات مئوية. في الختام توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض، تبقى الأجواء طبعا عموما مستقرة في عموم مناطق المملكة، درجة حرارة يومي الأحد والاثنين من 27 إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا ومن 15 إلى 13 درجة مئوية. تتراجع درجات الحرارة يوم الثلاثاء إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 13 درجة مئوية. إذا هذا كلكم لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.